بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب متوسطة الجامعة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ علي بن فالح العنزي في مادة العلوم الصف الأول متوسط. درسنا لهذا اليوم المخلوقات الحية والبيئة والطاقة، وهو الدرس الثاني من الفصل الأول من الوحدة الثالثة والأخيرة. أهداف هذا الدرس: أولاً توضح كيف يقوم علماء البيئة بتنظيم دراسة الأنظمة الحيوية. إذا لدى علماء البيئة طرق لتنظيم دراسة الأنظمة الحيوية. سوف ندرس كيف يقوم العلماء بتنظيم دراسة الأنظمة الحيوية. ليه؟ تصف العلاقة بين المخلوقات الحية. إذا المخلوقات الحية ترتبط بعلاقات مع بعضها البعض. سوف نصف تلك العلاقات بين المخلوقات الحية. ثالثاً، توضح كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة التي تحتاج إليها. إذن المخلوقات الحية جميعها تحتاج إلى طاقة. سوف نصف ونوضح كيف تحصل المخلوقات الحية على تلك الطاقة. رابعاً، تصف كيف تنتقل الطاقة بالنظام البيئي. إذن الطاقة تنتقل من مكان إلى آخر أو من حيوان إلى آخر في النظام البيئي. سوف نصف كيف تنتقل تلك الطاقة. الأهمية: أهمية الدرس يا شباب معرفتنا بكيفية ارتباط المخلوقات الحية بعضها لبعض. يساعدنا على ماذا؟ على فهم علاقتنا بالمخلوقات الحية الأخرى. إذن عندما نعرف كيف ترتبط المخلوقات الحية بعضها ببعض، يساعدنا ذلك على فهم علاقتنا نحن بالمخلوقات الحية الأخرى. أيضاً إن الطاقة التي تعتمد عليها كافة المخلوقات الحية مصدرها الشمس. إذن مصدر الطاقة لدى جميع المخلوقات الحية هو الشمس، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشر. عندما أسألك سؤالا، ما هو مصدر الطاقة لكافة المخلوقات الحية مباشرة؟ الجواب هو مصدرها الشمس. مراجعة المفردات: لدينا مفردة سوف نتعرف عليها وهي التكيف. التكيف هو أي اختلاف يجعل المخلوق الحي يتواءم ويتلاءم مع بيئته بشكل أفضل. أي اختلاف يجعل المخلوق الحي يتواءم مع بيئته بشكل أفضل. المفردات التي راح ندرسها ومفردات جديدة وهي الجماعة الحيوية والمجتمع الحيوي والعوامل المحددة والموطن البيئي والمنتجات والمستهلكات والمحللات، ورح ندرس السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية والفرق بينهما. أولاً، تنظيم الأنظمة البيئية. كيف ينظم العلماء الأنظمة البيئية؟ طبعاً من الصعب دراسة الغلاف الحيوي دفعة واحدة. والغلاف الحيوي وهو الذي يجمع جميع المخلوقات الحية بداخله. إذن من الصعب على العلماء دراسة الغلاف الحيوي دفعة واحدة. لذلك ينظم علماء البيئة المخلوقات الحية في مجموعات حيوية لتسهيل دراستها. إذن ينظمها علماء البيئة لمجموعات حيوية أصغر لدراستها وتسهيل دراستها. فيدرسون كيف تتفاعل أفراد المجموعة الواحدة مع بعضها البعض. مثل مجموعة من الغزلان، يدرسون كيف تتفاعل تلك الغزلان
بعضها مع بعض، وأيضا كيف تتفاعل مع البيئة المحيطة بها، أيضا كيف تتفاعل مع البيئة المحيطة بها، كيف تتفاعل الغزلان مع مجموعة الأسود، والأسود من البيئة المحيطة بالغزلان، وهكذا. الجماعة الحيوية، ما هي الجماعة الحيوية؟ هي أفراد أحد أنواع المخلوقات الحية التي تعيش معا في مكان واحد ووقت واحد. إذن الجماعة الحيوية هي أفراد أحد أنواع المخلوقات الحية التي تعيش معا في المكان والوقت نفسه. إذن لدينا ثلاث شروط لكي نقول أن هذه جماعة حيوية: يجب أن تكون من نوع واحد، ويجب أن تكون في المكان نفسه، ويجب أن تكون في الوقت نفسه. أسماك الراية التي تعيش في النظام البيئي للحيد المرجاني مثالاً على الجماعة الحيوية، مثالاً على الجماعة الحيوية. أمامنا أسماك الراية، وهي من نفس النوع، وتعيش في المكان نفسه، وتعيش في الوقت نفسه. إذن نطلق عليها جماعة حيوية، نطلق عليها جماعة حيوية. مثال آخر على الجماعة الحيوية، أمامنا مجموعة من الزرافات، وهي من النوع نفسه، وتعيش في المكان نفسه، وفي الوقت نفسه. إذن نطلق عليها جماعة حيوية. ننتقل إلى المجتمع الحيوي. المجتمع الحيوي هي الجماعات المختلفة التي تعيش في مساحة محددة. هي الجماعات المختلفة، نركز يا شباب على المختلفة، إذن هي ليست من نوع واحد، هي جماعات مختلفة تعيش في مساحة محددة. يعتمد أفراد المجتمع الحيوي بعضهم على بعض في الغذاء والمأوى والاحتياجات الأخرى. إذن أفراد المجتمع الحيوي يعتمدون على بعضهم البعض في الغذاء والمأوى والاحتياجات الأخرى. مثالا على المجتمع الحيوي، أمامنا مجموعة من الحمير الوحشية، وهي من نفس النوع، وتعيش في المكان نفسه، وفي الوقت نفسه. وأمامنا مجموعة من الأسود، وهي من نفس النوع، وتعيش في المكان نفسه، وفي الوقت نفسه. أيضا أمامنا مجموعة من الضباع، وهي من نفس النوع، وتعيش في المكان نفسه، وفي الوقت نفسه. جميع تلك الحيوانات والمجموعات تعيش في الغابة، تعيش في الغابة. إذن هي تشكل مجتمع حيوي داخل الغابة، مجتمع حيوي داخل الغابة، وهي جماعات مختلفة. إذن لدينا جماعة من الحمير الوحشي، وجماعة من الأسود، وجماعة من الضباع. إذن تسمى المجتمع الحيوي. ماذا عن اعتماد أفراد المجتمع بعضهم على بعض في الغذاء والمأوى والاحتياجات الأخرى؟ على نفس المثال، تتغذى الحمير الوحشية على النباتات والأشجار وتنمو، فيأتي الأسد فيفترسها ويتغذى عليها، ويأتي الضبع ليسرق من فريسة الأسد ويتغذى عليها. وبذلك يعتمد جميع أفراد المجتمع الحيوي على بعضهم البعض. لدينا كثافة الجماعة. ما معنى كثافة الجماعة؟ يحدد العلماء كثافة الجماعات بمقارنة حجم الجماعة بالمساحة. إذن هم يقارنون حجم الجماعة بالمساحة التي تعيش عليها، وذلك بقسمة عدد الجماعة على المساحة التي تعيش عليها.
على سبيل المثال، إذا كان هناك 100 فيل في كيلو متر مربع، فإن كثافة الجماعة هي 100 فيل لكل كيلو متر مربع. ماذا لو كان هناك 100 فيل لاثنين كيلو متر مربع؟ إذا تكون الكثافة هي 50 فيل لكل كيلو متر مربع. وبهذه الطريقة يحسب العلماء كثافة الجماعة. ندخل على تحديد أعداد الجماعات. تحديد أعداد الجماعات: لا يوجد للجماعات مصادر كافية للنمو بشكل أكبر فأكبر إلى ما لا نهاية، يعني للأبد. وذلك أضرب عليه مثالا: لدينا مجموعة كبيرة من الغزلان في مساحة محددة، وتلك المساحة توجد فيها نباتات وأشجار. عندما تستمر الغزلان في النمو والنمو أكبر فأكبر، فإنها سوف تقضي على النباتات والأشجار، إذن لن تستطيع الاستمرار بالنمو أكبر فأكبر، لأنها لن تجد الغذاء الذي تستطيع معه الاستمرار في الحياة. وبذلك أكون فسرت معنى لا يوجد للجماعات مصادر كافية للنمو بشكل أكبر فأكبر إلى ما لا نهاية. وعندما تفقد الغزلان الغذاء فإنها تهلك وتموت. عندها الأسود لن تحصل على الغذاء وهو الغزلان، وبذلك تصبح الجماعات مهددة بالانقراض. العوامل المحددة، ويجب التركيز عليها يا شباب. العوامل المحددة هي الأشياء التي تحدد من حجم الجماعة، هي الأشياء التي تحدد حجم الجماعة. من أمثلة العوامل المحددة لحجم الجماعة هي كمية الأمطار المتساقطة والغذاء والمأوى. أعطيكم مثال: أمامنا بحيرة تشكلت من تساقط الأمطار، وانتشر بعد ذلك فيها البعوض، وأتت الضفادع للتغذي على البعوض. ماذا لو يا شباب لو لم تتساقط الأمطار وجفت تلك البحيرة؟ إذن لن يكون هناك بعوض، ولن يكون هناك ضفادع بنفس الحجم، وذلك لعدم توفر الغذاء للضفادع وهو البعوض، وأيضا لعدم توفر البيئة الملائمة والمأوى للبعوض وهو المياه الراكدة. التفاعل في المجتمعات الحيوية. التفاعل في المجتمعات الحيوية: يعتبر التفاعل الغذائي أكثر التفاعلات شيوعا بين المخلوقات الحية في المجتمعات الحيوية. إذن لو سألتك سؤال يا شباب: ما هو التفاعل الأكثر شيوعا بين المخلوقات الحية في المجتمع الحيوي؟ الجواب هو باختصار التفاعل الغذائي. التفاعل الغذائي: كلما زاد حجم الجماعة في مساحة محددة ازداد التنافس على مصادر الغذاء والماء وضوء الشمس والمأوى. إذن لدينا مساحة 1 كيلو متر يوجد فيها 10 أسود و50 غزالة. ماذا لو وصل عدد الأسود إلى 100 أسد؟ سوف تتناقص وتتنافس على الغذاء وهو 100 غزال، وسوف تتناقص الغزلان إلى أن تهلك وتنقرض، وسوف تتناقص الأسود أيضا لعدم توفر الغذاء. إذن كلما زاد حجم الجماعة في مساحة محددة ازداد التنافس على مصادر الغذاء والماء وضوء الشمس والماء.
من العلاقات الغذائية في المجتمع الحيوي. من العلاقات الغذائية في المجتمع الحيوي. أولا الافتراس. الافتراس وهي علاقة بين حيوانين يتغذى إحداهما على الآخر، مثل أمامنا الصقر أو النسر وهو يتغذى على البط. إذن هي علاقة بين النسر أو الصقر والبط، وتغذى الصقر على البطة وهو يسمى الافتراس. اثنين تبادل منفعة. تعود بالفائدة على كلا الحيوانين. إذن كلا الحيوانين مستفيد، كالطائر الذي يتغذى على الحشرات التي تعيش على جلد الحمار الوحشي، وتسمى التكافل. تسمى هذه العملية بالتكافل. أمامنا الطائر الذي يتغذى على الحشرات على ظهر الحمار الوحشي. إذن الطائر مستفيد وهو الحصول على الغذاء، والحمار الوحشي مستفيد وهو إبعاد الحشرات عن جلده. ثالثا علاقة يستفيد فيها أحد المخلوقين ويتضرر الآخر. كالحشرات التي تعيش على جلد الحيوانات، وتسمى العملية بالتطفل. أمامنا حشرات ملتصقة بجلد أحد الحيوانات، وهي مستفيدة بذلك على التغذي على دم ذلك الحيوان، ولكن الحيوان متضرر ولم يستفيد أي شيء. رابعاً علاقة يستفيد فيها أحد المخلوقين ولا يستفيد الآخر ولا يتضرر. إذن أحد المخلوقين مستفيد، أما الآخر لا يستفيد ولا يتضرر، كبناء الطيور أعشاشها على الأشجار للحماية، وتسمى المعايشة أو التعايش. أمامنا طائر يبني عشه على أغصان الشجرة. إذن الطائر مستفيد وهو لحماية بيوضه داخل العش على أغصان الشجرة، ولكن الشجرة لم تستفيد من هذه العملية ولم تتضرر أيضا، وهي تسمى المعايشة أو التعايش. الموطن البيئي. ما هو الموطن البيئي؟ الموطن البيئي هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي. إذن المخلوقات الحية أين تعيش؟ نسمي ذلك المكان الذي تعيش فيه المخلوقات الحية بالموطن البيئي. يضم الموطن البيئي الواحد أنواع مختلفة من الحيوانات. مثلاً تضم الغابة مجموعة من الأسود والنمور، وتضم أيضاً مجموعة من الغزلان، وتضم أيضاً مجموعة من الطيور، وهو يسمى موطناً بيئي. ولكل نوع دوراً مختلف في النظام البيئي، وتتشارك الغذاء والمكان والمأوى. العلاقات الغذائية. يا شباب، تنتقل الطاقة عبر النظام البيئي على شكل غذاء. إذن لو سألتك سؤال كيف تنتقل الطاقة عبر النظام البيئي، الجواب هو باختصار على شكل غذاء. والعلاقات الغذائية تنقسم إلى ثلاث أقسام. أولا المنتجات. وهي المخلوقات التي تصنع غذاؤها بنفسها، مثل النباتات. إذن المنتجات هي المخلوقات التي تصنع غذاؤها بنفسها مثل النباتات. ثانيا المستهلكات، هي المخلوقات الحية التي تتغذى على مخلوقات حية أخرى، مثل الجراد ويتغذى على النباتات، والضفدع ويتغذى على الحشرات، والأسد ويتغذى على المخلوقات الأخرى.
ثالثا المحللات، المحللات هي مخلوقات حية تتغذى على ماذا؟ على فضلات وبقايا المخلوقات الحية الأخرى مثل الفطريات والبكتيريا، مثل الفطريات والبكتيريا. أمامنا في الصورة مثالا على المنتجات والمستهلكات. عزيزي الطالب، أين هي المنتجات وأين هي المستهلكات؟ المنتجات وهي التي تصنع غذاءها بنفسها مثل النباتات، والمستهلكات وهي التي تتغذى على كائنات أخرى مثل الأرنب وهو يتغذى على النباتات. أمامنا صورة للبكتيريا وهي من المحللات، وهي من المحللات. انتقال الطاقة، انتقال الطاقة عن طريق السلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية، ما هي السلسلة الغذائية؟ هي نموذج يبين كيفية انتقال الطاقة أو طاقة الغذاء من مخلوق حي إلى آخر، من مخلوق حي إلى آخر بواسطة سهم يوضح مسار انتقاله. إذن هناك سهم يوضح، هناك سهم يوضح مسار انتقال الغذاء من مخلوق إلى آخر. لدي مثال. أمامنا غابة مليئة بالنباتات والأعشاب والأشجار، انتقلت منها الطاقة عندما تغذى عليها الغزال إلى الغزال، وانتقلت الطاقة من الغزال إلى النمر عندما تغذى النمر على الغزال. إذن انتقال الطاقة من الغابة إلى الغزال إلى النمل. هذه تسمى يا شباب السلسلة الغذائية، تسمى السلسلة الغذائية. أمامنا مثال آخر. من البحار أسماك صغيرة، انتقلت الطاقة من الأسماك الصغيرة إلى السمكة الكبيرة التي تغذت على السمكة الصغيرة، وانتقلت الطاقة من السمكة الكبيرة إلى الطائر الذي تغذى على الأسماك، وهي تسمى السلسلة الغذائية. وأيضا انتقلت الطاقة من النباتات التي تغذت عليها القوارض، وانتقلت من القوارض إلى الأفاعي وهي التي تتغذى على القوارض، وانتقلت من الأفاعي إلى النسور لأن النسور اصطادت الأفاعي وتغذت عليه. إذن هذه ثلاث أمثلة على السلسلة الغذائية. يقول يا شباب لا تظهر السلاسل الغذائية جميع أنواع مخلوقات المجتمع الحيوي، لأن السلاسل الغذائية تتداخل، لذلك تحتاج إلى نموذج أكثر تعقيداً وهو الشبكة الغذائية، وهو الشبكة الغذائية. ما هي الشبكة الغذائية؟ الشبكة الغذائية نموذج غذائي يتكون من مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة. إذن الشبكة الغذائية هي مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة والتي تمثل جميع العلاقات الممكنة في النظام البيئي. لدينا مثالا على الشبكة الغذائية. أولا الحبوب والبذور، لدينا حبوب وبذور وهي من النباتات، وتغذى عليها الطائر وانتقلت الطاقة إلى الطائر، ثم تغذت الأفعى على الطائر فانتقلت الطاقة من الطائر إلى الأفعى. ولكن أيضا البذور تتغذى عليها القوارض، تتغذى عليها القوارض. إذن انتقلت الطاقة من البذور إلى القوارض، ثم تنتقل الطاقة من القوارض إلى النسر، إلى النسر، وبذلك تصبح هذه شبكة غذائية لأنها تجمع
مجموعة من السلاسل الغذائية المختلفة. إذن من البذور إلى الطائر إلى الأفعى، هذه سلسلة غذائية. من البذور إلى القوارض إلى النسر، هذه سلسلة غذائية. من النباتات إلى الجراد إلى الطائر إلى الأفعى، هذه سلسلة غذائية. من الأشجار إلى الغزال إلى النمر، هذه سلسلة غذائية. إذن الشبكة الغذائية مجموعة من السلاسل الغذائية المختلفة والمتداخلة بعضها مع بعض. تدوير المواد، لا تتغير كمية المواد على الأرض، لا تتغير كمية المواد على الأرض أبدا، وإنما يعاد تدويرها باستمرار ضمن النظام البيئي من خلال السلاسل الغذائية. لدينا كمية من النباتات تغذت عليها الغزلان، هل تغيرت واختفت كمية النباتات أم انتقلت إلى الغزال؟ بل انتقلت إلى الغزال، وهي عملية تدوير. وعندما يفترس الغزال الأسد، تنتقل من الغزال إلى الأسد وهكذا، وهذه تسمى عملية تدوير المواد. أسئلة للمراجعة، أذكر مثالا على كل مما يلي: أولا المستهلكات، ثانيا المنتجات، ثالثا المحللات، ورابعا العوامل المحددة، وخامسا الافتراس. أيضا أذكر مثالا على الجماعة الحيوية، واذكر مثالا على المجتمع الحيوي، واذكر مثالا على السلسلة الغذائية، وأيضا أريد سلسلة غذائية أخرى. سوف أعطي مثالا واحد لكل فقرة، وأتمنى منكم أعزائي الطلاب المحاولة لاستخراج أمثلة أخرى. أولا المستهلكات، مثل الغزال ويستهلك النباتات. ثانيا المنتجات، مثل النباتات. ثالثا المحللات، مثل الفطريات. رابعا العوامل المحددة، مثل الغذاء. مثل الغذاء، عندما يختفي الغذاء فإنه يحدد مجموعة أو الجماعة الحيوية، يحدد عدد الجماعة الحيوية. الافتراس، افتراس النمر للأرنب. الجماعة الحيوية، مجموعة من الضباع. المجتمع الحيوي، مجموعة من الزراف والفيلة والأسود. سلسلة غذائية، نباتات، أرنب، صقر. أما السلسلة الغذائية الأخرى فأتركها لكم أعزائي الطلاب للمحاولة لاستخراج سلسلة غذائية أخرى. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أشكركم جميعا على حسن استماعكم وحضور هذا الدرس، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلامة الدائمة، وشكرا لكم.